نفسي يا خلق أعيش لي يومين والبال يرتاح، ولا الأفراح ولا أعيش في جراح، وأشوف الناس بتحب الناس ويعم الخير ويا الإخلاص، ونشوف الكون يضحك لينا والدنيا تحقق أمالينا أمانينا، نرجع نتحامى في بعضينا ولا حدش يزعل من التاني، ولا حدش وسطينا يعاني يتبدل ليلنا ويبقى صباح، وساعتها نقول بصوت عالي الدنيا براها. مع كلمة للقديرة الكاتبة والأديبة صباح عبد النبي. صباح الخير يا رب. صباح يا مصر. ارفع ايدك فوق شويه كده. اسعد الله مساءكم وطيب خاطركم بكل الخير. طبعا انا مش هلاقي اعز ولا اكرم من صاحبه عبادة معايا. يا باشا يا باشا تمام. عبادة جبر الخواطر عبادة فرضت علينا، وأنا وجدتها بكل حذافيرها لدى الأستاذة الكريمة وداد الهواري. فحي على الوداد. 600 راجل تغلف غضبتها مراجل لكلمة حق، وعمرها يوم ما خافت يدخلوها الشقة، ما تهاب إلا العيبة ويشهد كل العباد. حي على الوداد. أستاذة وداد تحبني في القصة والرواية والشعر الفصحى. أنا اليوم سمعت قصيدة عامية بسيطة، أرجوك تسامحيني. تسامحيني. هي طبعا كأستاذة ومعلمة فصيحة اللغة وفصيحة الشعر العامية. هي بتكتب، قلت لها اوعي تقولي ده شعر، ده خواطر، وخواطر جميلة، لكن لو قلتي شعر قدامي بالعامية هنزعله سوا. عدي أنا النهاردة. وأنتوا قولوا بقى. عدي أنا النهاردة. عدي أنا النهاردة. والله أصل هي لا أصل هي أستاذة، يعني هي أستاذة روائية كبيرة وخاصة وشاعرة فصحى. طب داخلة عندنا ليه وأنت بتقراي؟ بحر عشان كده قول من الاول يا استاذ، قلنا لك اقفل الفيديو من الاول بقى. اقفل الفيديو يا سلومه. لا هنسمع على فكره استاذ صباح، يعني مفيش مشكله. لا ده جميل. هتفتحوا من الاول؟ اه شغال هو شغال. تفتحوا من الاول؟ مش شايف. يلا اتفضلي. يا شمس يا طرحة، يا شمس يا طرحة خيوط ذهب، اشتاقها عيون محبينك، مدفية القلوب بعطفك وحنينك، ودادة ودادة وكل القلوب وأهل الود عارفينك يوصفينك في غروبي في شروقي على شط العمر مستنيينك. ما انت سر الفرحة، ولو غطوك بمئة طرحة النور باين في جبينك. يا شمس يا طرحة نور، نبتت في روحك زهور تبدر عطور على نورك، وزقزقت عصافير عطشانة لزهورك، نشوانة متصالحة متسامحة. يا شمس يا طرحة. واخد بالك عم دهب من كلمة دهب في القصيدة كده؟ لا 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 ده دهب. دي تاني مرة. كلكم ألماس. تاني مرة يا أستاذ عادل. أنتوا ناس من ألماس أصلاً. شكلك بتقول من خسارة.